بينما كان التلاميذ الماجدون في غسل العشاء يستنيرون، كان يهوذا الكافر يظلم بمرض محبة الأموال، ويسلمك أنت القاضي العدل إلى قضاة آثما. فانظر يا عشيق الأموال إلى الذي من جرائها عمد إلى الشاق. اهرب من النفس غير القانعة التي جسرت بمثل هذا على المعلم. فيا من هو صالح للجميع يا رب المجدون.